اليوم موجودين في كنيسة القديس نيقولاوس رئيس أساقف الميراليكية في محافظة بيت لحم. طبعا الكنيسة اللي احنا اليوم بنزورها وبنشوفها ومتعرف عليها لها أثارات قديمة جدا بتعود للعصور الأولى المسيحية، زي ما احنا سمعنا من أجدادنا أو من الكنيسة الأرثوذكسية إنه التقليد الشريف بيقول إنه القديس نيقولاوس سنة 310 تحديدا أول القرن الميلاد الرابع كان راهب متنسك، كان يختاروه كرئيس أساقفة، اختار أنه يجي على الأماكن المقدسة كحاجج وكزائر للمناطق اللي كمان المسيح ولد فيها، تألم فيها وأقام بين الأموات والأماكن الثانية اللي بشر فيها المسيح. لكن هذه الفترة كانت من الفترات الحرجة في الفترة التاريخية الكنسية لأسباب مش فقط جغرافية، لأسباب سياسية بحتة. كان هنا احتلال روماني، غير أنه الاحتلال الروماني كان في أثار المتبقي من الاضطهاد اليهودي المسيحي، فكانوا المسيحيين يلاقوا صعوبة في الوصول للأماكن المقدسة، يزوروا المهد أو مكان الميلاد يسوع المسيح الطفل أو مكان القيامة. احنا بنعرف انه سنة 325 بعد المجمع الكبير اللي انعقد في القسطنطينية ببركة طبعا البطاركة والأساقفة اللي شاركوا فيه وبإعداد من القسطنطين الكبير، احنا بنعرف انه كان القديس نيقولاوس مشارك في هذا المجمع وكان رئيس أساقفة، يعني فترة وجيزة ما بين زيارته الأماكن المقدسة ما بين عودته واضطهاده واختاره انه يكون رئيس أساقفة. المهم احنا هون عنا ما تبقى من ذكرى للقديس نيقولاوس. في هذا الاوقات الاضطهادية كانوا المسيحيين يجوا يحاولوا حول المناطق المقدسة يصلوا، يحطوا مطنية او ركوع للاماكن اللي كان فيها المسيح، وطبعا كرهبان متنسكين كانوا في البراري، فاقرب منطقة كانت في الفترة الصيف، خلينا نحكي لأنه فترة الصيف كانت كمان إلها نسيم عليل في الجبال، في مغر بتطل على منطقة الميلاد على بيت لحم، فهاي المغارة اللي احنا وجدوها الرهبان وانبنت عليها كنيسة اتقدست بوجود وزيارة القديس نيقولاوس لفترة زمنية كبيرة. طبعا المسيحيين كانوا ييجوا لما سمعوا عن وجود هذا البار، أجوا أخذوا البركة، أخذوا القداسة، وكانوا يأخذوا منه كمان الوعظة. بعد عودة القديس نيقولاوس إلى بلاده إلى أنطاليا زي ما احنا بنعرفها اليوم بلاد الأناضول، المسيحيين كانوا يتوافدوا، ما تركوا هذا التنسك في المغر في الأماكن المقدسة. لما وفدت على بلادنا الملكة هيلانة بأمر من قسطنطين إنه يوجد خشبة الصليب اللي هو شافها في الحلم لما كان يحارب في الجوت في بلاد الألمان، انه يوجد هذه الخشبة المحية. في هذه الفترة احنا بنعرف انه قسطنطين اعطى كتاب حرية الاديان وخاصة الايمان المسيحي، فالمسيحيين كانوا يتوافدوا باعداد كبيرة الى الاماكن المقدسة حتى يحجوا ويزوروا. من هنا احنا بنعرف انه كثير رهبان اجوا من سيناء، اجوا من مصر، لانه مصر كانت اكبر منطقة تجارية لأنه وقوعها ما بين أفريقيا وما بين آسيا وفيها ميناء. طبعا ميناء كمان بعد فترة كان فيزنطي كبير. كان الرهبان يجوا عن طريق غزة على هاي المناطق اللي هي مهد المسيح والقيامة، كانوا يسموه طريق القوافل لأنه كانت تربط الإكسندرية بالسيناء في غزة إلى آخر من الخليل بيت لحم حتى يصل القدس، فهي الطريق كانت اسمها سلسلة الرهبنة. حتى يقال إنه لما في سبت النور كان يقرأ جراس القيامة في ظهور النور، كان خلال ساعات في الإسكندرية يدق جراس القيامة، من كثر ما كانت الكنائس والأديرة والصوامع متلاصقة مع بعضهم إنه كل جرس يرد على الجرس الثاني. في هذه الفترة احنا بنعرف إن دول الرهبان أغلبهم كانوا أجانب، هنقول
من قبرص، من الأناضول، من تركيا، من المشرق، من مصر، من أفريقيا، كانوا يتوافدوا على الأماكن المقدسة. وفترة 200 سنة من القرن الرابع الميلادي للقرن السادس الميلادي تكونت هنا صوامع اللي تشكلت كدير، كان الدير مسمى باسم القديس جوارجيوس، لأنه بنعرف أنه كل مناطق اللي خارج حدود بيت لحم تابعة لأمه للقديس جوارجيوس، كانت عنده هنا بسموها عزبة، اليوم بسموها منطقة الخضر أو المخرور أو القصير من اسم قيصر، كان هناك الحاشي أو الجيش الحامي للمنطقة الشرقية لفلسطين، كان كل الجيوش هناك متركزة. فإحنا بنعرف أنه هدول الرهبان بنوا هذا الدير، لكن للأسف سنة في القرن السابع الميلادي سنة 114 ميلادي الفرس لما هجموا على بلادنا دمروا الكنائس وسبوا المسيحيين غير اللي قتلوهم، وكان القتل الشنيع لما خسروا الحرب سنة 628. بنرجع بنقول انه اخوتنا المسيحيين واجدادنا، اهم شيء اجدادنا، لان احنا لاجئين اتراك، لما سنة 1516 الاتراك هاجموا بلادنا زي ما اليوم اخوتنا في سوريا في العراق والى اخره من بلاد الاضطهاد المسيحي بغيروا اماكن سكناهم. فاللي اجى من الشام، من لبنان، من سوريا، من مصر، من الحجاز، من عمان، من الاردن، من الحصن، من الفحيص، كلهم وين اجوا؟ حاولوا يكونوا او يشكلوا كتله مسيحيه متكاتفه في الاماكن المقدسه، في الناصره، في رام الله، في بيت لحم، في غزه، لانه هناك كان في مناطق مسيحيه بكثره. حول الكنيسه في عندنا شارع اسمه شارع الكنيس، شارع القديس نيقولاوس او حاره الدير، هذول اقدم حارتين موجودة في بيت جالة، حارة الدير وحارة الكنيس، لأنهم أجوا على الكنيس وعلى الدير. لما بلشوا يأخذوا من حجار الدير ليبنوا إلهم بيوت خاصة، لقوا أنه في مغارة وفيها فسيفساء. إذا بننزل تحت بنشوف فسيفساء، نسر فيزنطي براسين، لكن الستيل تبعه أو النظام اللي عمل فيه نظام قبطي. إذا بنطلع على منيح فيزنطي قبطي، لأنه متأثرين إحنا بالفن خلينا نقول الأفريقاني أو الأفريقاني الآسيوي. فعلى هذه الأنقاض بنوا كنيسة. أيام زمان ما كان عندهم سمنت ولا حديد، كان عندهم الحجر والطين، فانبنت هذه الكنيسة الصغيرة على أثر الموجود اللي هي كانت المغارة. لكن بعد 500 سنة الكنيسة كانت صغيرة، أول إشي المسيحيين تكاثروا، في سبب كان رئيسي انه كان في هزة ارضية يقال سنة 1923 من 21 ل 23، هذه الكنيسة تأثرت كثير بالزلزال، اجزاء منها اتحطم، فبلشوا يبنوا كنيسة جديدة اللي انتم شايفينها. خلال 9 سنين من سنة 1921 خلينا نقول لسنة 1931، يعني حوالي 10 سنين بالضبط، بنت هذه الكنيسة. تعب وجهد المؤمنين الموجودين هنا قدروا يأسسوا ويبنوا هذه الكنيسة في خلال هذه الفترة الزمنية. طبعا العجائب اللي في الكنيسة عجائب تاريخية، ما قبل انه نبني حجر على حجر، في ايكونة عنا هنا على الحائط حياة القديس نيقولاوس في بيت جالة، احنا بنسميه اب بيت جالة، لاب نيقولاوس اب بيت جالة، موجود هنا حول الايقونة كثير إيقونات صغيرة عن حياة القديس نيقولاوس، كيف أجا بالبحر، كيف في البحر كان في هناك عاصفة بحرية واثنين من البحارة وقعوا في البحر، وبصلوات القديس نيقولاوس كانوا وثنيين، توجهوا لإله القديس نيقولاوس وكانوا محفوظين وسالمين. كيف وصل على الأرض المقدسة؟ وصل على بيت لحم، طبعا مكان ولادة المسيح كان مبني عليه هيكل وثني، سجد قدام هذا المكان لركعة خلنا نقول للرب يسوع المسيح، بعدين في المغارة زي ما احنا بنشوف بعدين هذا الإيقونة كيف كان يتنسق. يقال انه لما كانت هجومات البرابرة الوثنيين او الرومان على القرى حتى يغضوا الصبايا يسبوا الاطفال، كانوا الختياريات يخذن احفادهم مستقبل الجيل، يشردوا فيهم على البراري ويجوا على المغارة ويصلوا للقديس نيقولاوس.
وحسب أحد الروايات بيقول إنه حتى الأرض كانت تهز تحت رجليهم لما كانوا يتوجهوا للقدس نيقلاوس في الصلوات. لكن شو كانوا يحسوا؟ يحسوا إنه في هناك قوة جاية تساعدهم، لكن هاي القوة مش شايفينها لكن شعرين فيها. الإشي اللي كانوا يشوفوه إنه أشجار الزيتون كانت هون مزروعة تنزل أغصانها للأرض تحمل حجارة وترمي على مين؟ على هدول الناس اللي جايين يحطموا من عزيمة المسيحيين. طبعا كمان في عجائب أيام الأتراك، كتير مرات حاول الأتراك يضغطوا على المسيحيين يدفعوا الخراج أو يدفعوا الجزية بزيادة. ليش؟ لأنه عندهم هنا حقول، عندهم مزارع، عندهم بيارات، فالمسيحيين نشروا كل هذه الأشجار حتى ما يدفعوا. بعد سنة سنتين في الشتاء بطل عندهم إشي يأكلوه، لا حنطة ولا طحين ولا فواكه منشفة زي ما بنعرف احنا الزبيب والتين إلى آخره، فكانوا في وضع مأساوي وفقر. فكانوا يتوجهوا للكنيسة، زي ما احنا بنعرف زمان ما كان في فلوس، كان في البيت كل واحد مربي عنده دجاج خرفان، جاب للكنيسة حليب، يجيب بيض، يجيب إلى آخره. فالكنيسة كان عندها استطاع أنها توفر احتياجات البسيطة للرعية. الأتراك طبعا ما عجبهم هذا الحكي، حاولوا كتير مرات يدخلوا على الكنيسة يكسروا عزيمة الكاهن اللي كان يوزع هذه المون أو الاحتياجات للرعية. أول مرة زي ما بقولوا هم من نفس الأتراك لما منيجي كنا نسمع في صلاة في الكنيسة وفي مبخرة يعدلوا عن أمرهم أن يدخلوا الكنيسة. تاني مرة أجوا بقولوا في خوري بكى يولع في الكناديل، ما قدرناش ندخل الكنيسة عشان ما يشوفناش. تالت مرة كانت الأخيرة لما صدر صوت عظيم في الكنيسة، حتى إنه يقولوا إنه اللي هجموا على الكنيسة من الأتراك شعرهم صار أبيض من الخوف، إنه عرفوا إنه هذه الكنيسة محمية من شفيع هذا الكنيسة. لما بلشوا في بداية القرن العشرين يقيموا أنقاب الكنيسة القديمة حتى يبنوا جديدة، الرواية كانت من كثير أشخاص من أجدادنا يقولوا إنه الكبة لما بلشوا يسحبوا حجر حجر عشان يبنوا غيرها وقعت كلها على وين؟ على اللي كانوا يبنوا أو كانوا يشتغلوا، فواحد من اللي كانوا يشتغلوا وقعت عليه هذه القبة كاملة، فكلهم دخلوا في نوع من الحزن إنه هذه الكنيسة مش رح نقدر نبنيها إلا إنه في هنا قتيل، يعني في دم، الكنيسة ما بتنبنى على محل فيه قتل إنسان. لكن بإيمان بلشوا ينقبوا الحجار حتى يلاقوا الجثة حتى يدفنوها. وهنا كانت العجيبة إنه حتى يقال إنه ما انخدش ولا خدشة، كان حي في كل وعي صحيا، يعني ما كانش لا فقد الوعي ولا شيء، وهذا كان عندهم عزيمة حتى يستمروا في هذا البناء. في القرن الألفين يعني القرن الفائت كان حرب أول عنا الإسرائيلي الأول، الحرب الإسرائيلي الثاني سنة 1948، لأنه أنا بدي أحكي لكم كيف وصلت عنا هذه الدخائر إلى بيت جالة. موجود هنا عنا على الإيقونة كمان كيف مار نيكولا واقف على الكنيسة وبمسك القنابل اللي بتقع على الكنيسة وعلى البيوت، حتى يقال أنه سنة 1948 كانوا يحتفلوا أهل البلد أنه اليهود وقفوا على حدود البلد ما دخلوش البلد، ويقولوا مش بس بعزيمتنا، لا بصلوات ووجود القديس نيقلاوس اللي شافوا كتير ناس بمسك القنابل حتى أنه الناس ما هنا يسلموا البلد. أحد العيان كان كاهن كاثوليكي، شاب صغير اسمه يعقوب بنت تريتري، لما شاف هذا الحدث في القنابل تقع على الكنيسة بمعنى أنه مش موجودة تختفي ما بتنفجرش ما صدقش عينيه، لكن لما سمع الحدث وسمع من الرواء وسمع من الشهاد جمع كل هذه المعلومات كتبها في رسالة وبعتها على مجلس عندهم في إيطاليا، إنه سنة 1950 كان تأكيد لهذا الحدث لظهور القديس نيقلاوس، بعثوا له جرامات أو رسالة شكر مع إيقونة القديس نيقلاوس موجودة لليوم في كنيسة الكاثوليك أو اللاتين في بيت جالة كنيسة البشارة. هذا الإنسان ظل في بيت جالة تعلم لغة عربية وصار يعلم في السيمينير للإخوان اللاتين، وسنة 1990 صار بطرك للاتين في القدس. هون مكتوب سنة 1995 بمساعدته وهمته قدرنا نجيب من باري من بركة طبعا البابا
موجود هون عندنا ختم البابا، انه هذه الذخائر الزيت المقدس، الزيت المقدس اللي بنزل من جسد القديس نيقلاوس في مدينة باري الإيطالية. سنة 1995 احتفلنا في هذه الذكرى انه جبنا هذه الذخائر من باري، طبعا في جزء بسيط من جسده موجودة، وعملنا زياحة في كل بلد شاركت كل الكنائس فيها مع خروج المجموعات الكشفية مع عزف، وضعناها لهذا المكان حتى انه مش بس يزوروا المكان اللي عاش في مار نيقولا، كمان يقدروا يزوروا جسده الطاهر الموجود في هذه الكنيسة. في الانتفاضة الأولى والثانية كمان في عنا إيقونات على رسمات على الإيقونة، كيف مار نيقولا كثير شفى وكثير ظهر لناس، طبعا في منهم مش مسيحي، في منهم مسلمين. في الانتفاضة الأولى كانت عائلة عندها ولد وحدان، وإحنا بنعرف الشرق الأوسط شو معناته ولد وحداني في البيت، وكان أبوه ختيار طاعن في السن، وكانت المواجهات وضرب الحجار، وابنه ما رجع في الليل، فيوم ويومين ثلاث سأل عنه مالك، قال يا قتلوه يا أخذوه، وصار من كثر شدة الألم على ابنه صار عيان أو يحتضر خلنا نقول أحسن. فظهر له في الحلم القديس نيقلاوس يقول له ما تخاف ابنك حي. بعد ثلاث أيام بيجيك رسالة وين موجود، في أنو سجن. بعد ثلاث أشهر رح يطلع على الحرية لأنه ما عليه أي مشاكل. قال له طب مين أنت عشان أشكرك؟ قال له أنا نيقولا عايش في بيت جالة. مرت ثلاث أيام وأجا الخبر، وبعد ثلاث أشهر السجن كان موجود في جنوب فلسطين اللي هو مدينة الخليل في الظاهرية. أنا كنت مسجون في هذاك الوقت في هذاك السجن كمان، وبعرف السجن موجود منطقته. والإنسان هذا من رام الله في الشمال أو في الوسط الفلسطيني. طبعا في الطريق عودته مع ابنه تذكر بيت جالة وتذكر نيقولا اللي ظهر له، فقال يا ابني هات نزك على بيت جالة نميل نسأل ونشكر هذا الإنسان اللي ظهر لي في الحلم. في هون على الساحة الموجودة العامة وحن موقفوا التاكسيات عنا، بيسأل الشوفيرية أو السواق بدي نيقولا، بدي أشوف نيقولا. قال له مين نيقولا؟ في كل عيلة في نيقولا، بدي أبوه سيده عيلته. قال له ما بعرف القصة كذا كذا كذا. طبعا لما سمعوا القصة في ناس ضحكوا، في ناس بسموا، في ناس ضحك يعني في هجنة، لكن في ناس فهموا انه هذا في عجيبة، ودوه على الكنيسة اللي كنيسة العذراء هناك المكتب تبع الخوارنة. كان الله يرحمهم تنين خوارنة، أبونا يعقوب وأبونا نيقولا لهم الذكر الطيب. لما سمعوا القصة فهموا انه هذا بالفعل ظهور للقدس نيقلاوس. قالوا له احنا منعرفش كتير عنا نيقولا، بس احنا بنقول لك طيع الكنيسة خد شمعة واضوي له اياها عن نفسه الطيبة. فلما نزل على الكنيسة وشاف ايقونة القديس نيقلاوس قال له شايف هذا في الصورة عندكم؟ بدي اشوفه. فهموا انه الخوارن لما طلعوا في بعض انه هذا القديس نيقلاوس بالفعل. قالوا له الصعب لانه هذا له 1600 سنة ميت، هذا عنا القديس البار بتشفع فينا، وهذا عمل القديس نيقلاوس اللي انت شفته، فهو مش موجود لكن صلي له وحط له الشمعة. نفس الحادث مع واحد مسلم تاني في الانتفاضة الثانية، كان يجي هون على باب كنيسة مار نيقولا يمسك هالكلاشن ويضرب وين على المستوطن لليهود. يوم يومين ثلاث 40 يوم كان حصار على بيت لحم ومنع تجول، وكل يوم يجي طخ الحارة شبه فاضية، مين ضل؟ اللي ما عندوش محل يروح يشرد عليه، الختيارية، المرضى إلى آخره. فكلهم نعرف في هذا الوقت اللي بيرفعوا صلواتهم يا مار نيقولا يا الله خلصنا، يا عذر كوني معنا ساعدينا. فالقديس نيقلاوس بقول يوم من الأيام نفسه الشاب الله يرحمه كان استشهد، بقول إنه أجاني ختيار على عصا الشاب في لحيته ويدوب إنه بيمشي، بقول لي يا ابني الله يرضى عليك هون في ناس مش قادرة تأكل اللكمة وبدها أدوية، روح محل تاني طخ خليهم يتنفسوا، يعني بكل وقاحة بقول له انت مين؟ روح من هون اللي فض فيك المشط. قل يا اخي يعني انسان زي سيدك عيب عليك تحكي معي في هذه اللهجة، اقول لك روح من هنا احسن لك ولحياتك. فكنه في نقطة ضمير حيت فيه، بس بقول لي انا توجهت خلف الكنيسة ما سمعت الا قنبلة ما كنت واقف. بقول لي انا كان خوفي على الختيار
أكثر من حياتي، لأنه كان واقف محلي ويدوب كان يمشي، ما أظنيش قدر يهرب. راح يدور على أشلاء، على أشياء واعي له ملكة، صار يسأل الجيران في ختيار كذا كذا، شفتوه مجروح ممكن بده مساعدة. ما دور، ما قدر يلقي في هذاك الوقت. لكن تاني يوم لما أجى على الكنيسة كان في ناس عندنا هون ينظفوا، دخل يتفرج، شاف الإيقونة الموجودة عندنا على المزار، بقول له، بسأل هذا الصورة لمين؟ بقول له القديس نيقولاوس. قال له امبارح مات واليوم عندكم المسيحية صار عندكم قديس. قال له كيف امبارح مات؟ قال امبارح شاف وامبارح ساعدني، واحد اثنين ثلاث سوى معي، كيف صار قديس عندكم؟ قال له هذا الإنسان له 1600 سنة ميت، مش امبارح مات. تفهم انه حياته كانت في أعجوبة من الموت خلصت. كثير عجائب بتصير عنا هون. وآخر يعني سبع سنين أنا هون موجود في الكنيسة وبسمع وبعثوا لي رسائل من روسيا. عنا حجاج بيجوا عنا من روسيا بيصلوا قدام الكنات قدام الشفاعة مار نيقولا، وبرجعوا تاني سنة وتالت سنة بيحكوا لي شو بصير معهم من عجائب لما بيصلوا هون. أحد المواقع اللي أنا زرتها اللي هي مدينة ميرا ليكيا، عشان نبلش من الحدث، من مكان ما كان مدفون جسد الطاهر القديس نيقولاوس. هناك الأتراك بانين تمثال، طبعا هو المتبرعين فيه كانت روسيا، مكتوب تحت بالإنجليزي نويل بابا، باللغة التركية نويل هو نيقولاوس، بابا اللي هو الأب. كثير بنسمع في الشرق الأوسط بابا نويل كمان من اللغة الفرنساوية اللي هي الأب نيقولاوس، وإذا بدنا نترجمها حرفيا القديس نيقولاوس سانتا نيكولاس. هلا هاي الكلمة لما ترحلت مع الأوروبيين اللي هم سكنوا في الغرب الأقصى الغرب اللي هم في أمريكا في القارة الأمريكية، تحولت في القرن العشرين من سانت نيكولاس لسانتا كلاوز. هاي طبعا ما لها علاقة، لأنه هي عملت تركيب كلمات وأحرف. هلا زي ما احنا بنعرف انه اللبس الكهنوتي كان متشكل الألوان، الأبيض والأزرق والأصفر والأحمر، لكن بما انه شركة كوكاكولا في أمريكا هي الشعار الأحمر، فأعطوا الامتياز للقديس نيقولاوس لسانتا كلاوز الأمريكاني هذا اللون، ولبسوه اللبس الكرنفالي، أو هو كرنفالي أكثر ما هو كاردينالي اليوم احنا بنسميه للقديس نيقولاوس.